السلام الله عليكم واهلا وسهلا بكم اعزائي اعزتي متتبعي ومتتبعات قناه تيليمارو في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جلسه رياضيه. جلسه رياضيه وكما عودناكم مساحه للحوار والسجال والتداول والنقاش في مجموعه من المواضيع التي تهم معشر الرياضيين وكره القدم بشكل اوسع. كالعاده ثلاث محاور وضيفان. في المحور الاول سنتوقف عند اللقاء التواصلي الذي جمع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بالمكتب المسير للعصبة الوطنية النسوية. وفي المحطة الثانية سنتوقف عند مسببات إلغاء الماراثون الدولي النسوي للدار البيضاء. ونختم كالعادة بتدوينة مثيرة للجدل تتعلق باليوم العالمي للمرأة. لمناقشة هذه المواضيع يحضر معي في بلاتو تيليماروك ضيفان لهما صلة لهما إلمام لهما معرفة بهذه المواضيع. باسمكم جميعا كنشكركم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك سي محمد العبدي. سي محمد العبدي رئيس نادي آفاق خنيفرة لكرة القدم وفاعل في الحقل في حقل كرة القدم النسائية. اهلا وسهلا سي حسن. نتمنى نكون نقدموا الإضافة اللي كيتسناها المتتبع الكريم للبرنامج جلسة رياضية. رئيس الجمعية الرياضية للسباق على الطريق والماراثون يحضر معنا في شخصي رئيس الجمعية سي محمد المعزاوي الفاعل الرياضي المعروف. شكرا الأخ حسن على الاستضافة. البداية بخلاصات اللقاء الذي جمع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعصبة النسوية الوطنية لكرة القدم. سي العبدي تكلمنا على الخلاصات ديال هذا اللقاء، اكيد انك تبعتي التفاصيل ديالو. طبيعة الحال لان باعتباري ان مهتم بكرة القدم النسوية ومؤطر فيها ومسير، كان كيهمني هذا الاجتماع هذا بالدرجة الأولى. إذا المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية اجتمعوا مع السيد الرئيس. السيد الرئيس هو يمكن نطلب لهم كرة القدم النسوية كي كانت كيفاش هي وشنو خصنا نديروا مستقبلا. من خلال التقارير اللي طلعنا عليها بان بان المحور الرئيسي واللي شدد عليه وربما غادي يفرضوا كاع هو انه اضافه ثلاثه ديال الفئات للفئه ديال الكبيرات، وهي قل من 17 سنه وقل من 19 سنه وقل من 15 سنه. اذا ربما ان لا فيفا كتفرض انه الا بغيتي تشارك في المسابقات القاريه والمسابقه والاقصائيات اللي سواء الاولمبيه ولا العالميه انه ضروري تكون عندك بطولات لهاد الفئات. اذا شدد على ضروره ان من هنا لشهر 5 يكون البرنامج ومن باين محطوط وفوض لهم باش يجلسوا الارض ويديروا عليه دراسه ماليه وتقنيه على جميع المستويات، وانه غادي يجتمع معهم من هنا 15 يوم. هاد الفئات الصغرى سي المعزاوي ممكن تكون ولا لا صعيب في هنا الفئات الصغرى في كرة القدم النسائية، يعني باش تبدا تكون بطولة ديال اي 15 اي 17 اي 19 واش كتشوف معايا انا بعدا كيبان لي صعيب. ايوا في حق انا الرأي ديالي في حق ما كاينش حاجة صعيبة. اللي صعيب هو ما نديروش شي حاجة. وعلاش الى سنين هذه دابا حنا كان تراكمات كما تقول كان روتار شويه، ولكن على الاقل جا السي فوزي القشاع ومشي مع الاخوان المسؤولين اللي مهتمين بشان الكره النسويه وجابوا مبادرات وجابوا افكار. اللي صعيب هو نبداو الى بدينا. حنا دابا عندنا التعليم، عندنا قطاع التعليم، والتعليم عنده تيرانات ديالو، عنده الاطر ديالو. اش خصنا؟ خص التنسيق. راه كاين شي اتفاقيات اللي كانت هذه 22 سنه، خص تتفعل ديك الاتفاقيات، خص نكونوا الناس ديال التعليم فهمتي كل واحد فهمتي في الدومين ديالو فهمتي الفوتبول فهمتي فيمينين، ونفتحوا له المجال داخل المؤسسات. راه عنده لايسنس وعنده السوايع اللي فارغين ديما داك ديما تلقى الدري عنده واحد ساعتين ولا ثلاث سوايع في النهار عنده فارغ، على الاقل ديك الدريه تجي تدرب. الا بدينا بهذه العمليه تدريجيا ولات عندنا واحد السياسه ديال كروي نسائيه ونكونوا معقولين وباغيين نخدموا الافاق، دونك ما كاينش شي حاجه صعيبه. اللي صعيب هو نبقاو نتسناو ونبقاو نقولوا صعيب هو اللي صعيب. سي معزاوي باستثناء الرجاء والوداد الفرق الكبرى
عفوا باستثناء الجيش الفرق الكبرى بحال الرجاء والوداد ما مهتمينش بالفرق النسائية. وهذا اشكال اخر عاوتاني، حنا ماشي ما مهتمينش بمتي الكره، متي الكره كما تقول مصغره النسائيه، راه الاهتمام راه ديما تيكون عاب الفئه الكبرى، عاب بالفريق الاول. الفريق الاول راه واحد الفيترين باش تشوف مثلا تمشي الرجاء تتلقى في نهار واحد 600 واحد تدرب، واش هذا منطقي؟ راه ما يمكنش هذه القضيه. تنتكلموا عندك دو تيران ولا تروا تيران صغار، ثلاث الملاعب صغيره و500 واحد بغاو ولا 600 واحد غدرب فيها، راه ما يمكنش. هذا راه اشكال اخر، راه حيت بعض الى نتكلموا على التكوين، تكوين مع كل اسف تنسمع واحد الكلمه كبيره اكاديمي وهذه القضيه ماشي حشومه نقولوا اكاديمي. الاكاديميه معناها اكاديميه مفهوم اكاديميه هو علمي، فهمتي؟ نبقاو نقولوا عندنا فريق، هذا الفريق فيه اطور متكونه، كاين الاطور ماشي ما كايناش، ولكن فين غيخدموا؟ راه كاين ذاك الدريبه تيجي من الجوج ثلاثة ونص ربعة، راه يلاه تمشي يمكن جمرات الكرة. واش عارفش نتكلموا على الفئات الصغرى ديال كرة القدم النسوية. قبل هذا الاجتماع كنتي كتبتي واحد المجموعة من المقترحات، نسميوها ملتمسات، نسميوها انتظارات منك للناس اللي غيجتمعوا مع فوزي القجاع، ماذا تحقق من هذه الانتظارات؟ لا اعتقد انه تحقق شيء، لان ملي كتبت هذاك المقال بالضبط انا كنت كنعطي افكار للناس اللي غادي تدخل التحاور مع السيد الرئيس، لان السيد الرئيس ملي كتهضر مع رئيس ديال الجامعه وانت جايني ما عندك حتى حاجه في يدك. احنا بغينا نهضروا على مثلا بغينا نخلقوا الفئه ديال قبل من 15 سنه، هذه الفئه ديال قبل من 15 سنه شكون هما؟ ما داروا لا عرض لا والو، ما كاين حتى حاجه، حتى مشروع ما تكلت حتى ورقه ما تقدمت، كاع كاين اللي جات تماك ما عرفش كاع علاش دخل. ولكن الرئيسه حتى هي ما جاتش. الرئيسه ما جاتش، قالوا مريضه، هي قالت لهم رانا مريضه. نتمناوا لها الشفاء. ان شاء الله. حنا اذا ملي كندخلوا كاين مجلس اداري اللي هو مكتب مديري ديال العصبه وعنده لجان. حنا كنقولوا الا غادي نهضروا على الفئات الصغرى كندخلوا بمشروع مرتعيات، ما يمكنش ندخل انا نجلس مع الرئيس وعنده هو مكتب دراسه دير له واحد الدراسه على الواقع ديك ده، وعنده الاداره التقنيه وعنده السابقه لوديت وعنده لوديت وعنده بزاف ديال، اذا هو كيهضر بمعطيات وانا كنهضر من الفراغ. ولكن كان بالامكان نستغلوا واحد المجموعه من التجارب اللي هي كاينه في مجموعه من العصاب ونطرحوها، مثلا نقولوا مشروع ديال فئه الصغرى قبل من 15 سنه، علاش ما نخدموش حنا عليه بالعصاب؟ هذه العصبه دير قبل من 15 وقبل من 17، ديك العصبه دير مثلا فيها قبل من 19، دير قبل من 19 ودير قبل من 13، هذيك العصبه ونمشيو هكا نخدموا. المهم واحد بالاضافه اللي قال الاستاذ ان خاصك تخدم في المؤسسات التعليميه، لان المؤسسات التعليميه تحظى بثقه الاباء والامهات. حنا غادي نمشي تلديتي البنت للمؤسسه التعليميه ما غاديش يكون عندك شي بالاضافه للقرب، انا كنمشي عند 50 ماشي 50 كتجي عندي. اذا كنمشي وكنشتغل، هذا هو المشروع اللي خدامين حنا عليه حاليا في خنيفرة، خدام عليه انا شخصيا. حنا موقعين اتفاقيه شراكه مع المؤسسه التعليميه، عندنا جوج ديال المدارس كنخدموا فيهم وغادي نخدموا في الثالثه، وكاين ثلاثه المدرب جوج المدربات اللي خدامين في هذا سميتو. ولكن ملي كتجي للواقع وكتبغي تخدم ما كتلقاهاش مع من تخدم. اذا حنا غادي نديروا بطوله وطنيه قل من 17 ولا قل جهويه قل من 17 قل من... فين هما الملاعب؟ فين غادي حنا دابا حاليا مثلا عندي حصه فيها ساعتين في النهار، فين غادي يترينيو هاد قل من 15 وقل من 17 وقل من 19؟ انا باغي ندير تا ايكور، باغي ندير تا قل من 13 حتى 8 سنين، فين غيدربوا؟ ها هو اشكال اخر، بغينا ننقلوهم يلعبوا، باش غادي يتنقلوا؟ ثانيين هاد البطولات الجحيم اللي تسموها شطر واحد. في الاجتماع تطرح مشكل ديال التنقل، طرحوا مجموعه الاخوان طرحوا عليهم مشكل ديال النقل، ولكن ديال القسم الوطني الاول، ما يمكنش طنجه تمشي للعيون. على الاقل فاش كان النظام السابق كنا دايرين 10 10 ما كناش كنعرفوا شكون اللي دا بطوله المغرب. دابا راه بدينا لعبنا جوج دورات، الجيش دات بطوله المغرب دابا ب 9 نقطه، والعام اللي فات كانت هربه ب 18 نقطه. اذا هاد البطوله ديالاش ما كاين، هاد الناس ما تيبغيوش يسمعوا وما تيبغيوش كاع شي واحد كيفكر كاع. هذا علاش كنقول لهم الفكره ما يفكرش بصوت مرتفع.
ما يفكرش كاع، هو ما باغيش كاع يفكر لا بالصوت المرتفع ولا المنخفض. هذا علاش انا كنلقى الكتابه هي هي بالنسبه للرياضه النسائيه في الجانب ديال العاب القوى كيفاش دايره؟ واش بحال هذا الوضع هذا القاتم اللي تكلم لا لا دابا الرياضه الفرديه ما تشبهش الرياضه الجماعيه. الجماعيه عندها خاصيه وعندها مشاكل ديالها، وهي في حق راه ماشي مشكل. راه قلت لك الا استغلينا هاد الشراكات راه تقريبا خويا فرا غتلقى فيها على الاقل واحد 8 ولا 9 ديال لي كوليج، واحد 5 ديال لي ليسي، وعابش هادو تبقى الى استغلينا مثلا في خنيفره وهي تقدر تكون اكثر من المؤسسات، راه ما يتبقاش اشكال ديال التيرانات. خص المشكل اللي خصنا نفكروا فيه هو التكوين، تكون الاطور هذا المشكل. اما بالنسبه للاتيتيزم لا على بقي ولا علاش؟ لان كاينه تقريبا كاينه 300 نادي، كل نادي على الاقل عنده واحد على الاقل 10 ديال 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 البنيتات، راه ضربها في 300 راه تعطيك واحد العدد كثير. انت هذا المشكل ما كاينش، ولكن عندنا مشاكل اخرى يمكن من نطرقوا لها نتكلموا عليها. الان وصلنا للمحطه الثانيه في الجليسه الرياضيه، في المحطه الثانيه سنتوقف عند الغاء مجموعه من التجمعات النسائيه الرياضيه بمناسبه اليوم العالمي للمراه، ابرزها الماراثون او سباق اللي كتنظمه الجمعيه المغربيه للسباق على الطريق والماراثون بهذه المناسبه اللي تلغى في اخر لحظه. قد رجع عندك سي محمد المعزاوي، بالامس كنت تسابق الزمن للتحضير في اخر لحظه، اليوم تم الغاء التظاهره بناء على القرارات، بناء على التوصيات، وبناء على المستجد ديال الفيروس كورونا. كيفاش توصلتي بهذا الخبر؟ وشنو هي الخسائر اللي غتخسر انت في هذا الالغاء؟ وفي حق بالنسبه لي ما كانش مفاجاه، لان علاش تقريبا 11 قلب سنين. لا لا واش بغيتي تشوف العالم؟ حنا ما يمكن حنا نخرجوا من العالم، هذا مشكل عالمي. تتشوف تظاهرات كبيره، نعطيك مثلا السو ماراثون ديال باريس اللي تشارك فيه اكثر من 38000 واحد، ماشي تاجل، تلغى كاع، لان كاين مشاكل جميع التظاهرات. شوف دابا جوفونتيس هما دابا تما اجلوا الماتش، هادشي كاين كله. وحنا ما يمكنش المغرب تو خصو على الاقل هاد القضيه هي وقائيه، حنا باقي ما دخلناش العد العكسي في المرض. كاين يمكن جحالات وحالات المغرب يقدر يتغلب عليها، ولكن تنتكلموا حنا الوقايه. اليوم مع تقريبا 11 خلق سمين انت السيد العامل تيخبرنا انت بهذه المناسبه، بغيت نشكر اللي قدم لنا الدعم، لان مثلا انت العامل ديال فيدا من السلطان، انت رياضي شكيب رياضي، وواحد القضيه هاد ليفينمون هذا التدور ديالو هو ماشي ديالي انا، لان حنا كنا داخلين في شراكه، كنا هو المدير الاقليمي للشباب ديال الشباب الرياضه والتعليم، حنا دايرين شراكه وخدامين. ولكن انت تيقول لك فوق طاقتك لا تلام، انت تيجي امر ماشي امر ولكن داخل هادشي في اسمه، وتنتسمى هادو ريسك، هادي ديال لو ريسك ديال الميتي هو انت وهذا. تتكون حنا دابا حنا عام تنوجدوا اليوم بالليل مع 12 الليل غادي يركبوا لي زاتليت من اثيوبيا ومن كينيا، فهمتي، هما اليوم يركبوا. حتى دابا اليوم تقريبا واحد 3 سوايع وانا مع لي مناجر باش نحاولوا نلقاو حل، على الاقل نعطلوا لهم الديبار ديالهم. هادو الناس علمنا، الناس اللي في الانجليز اللي واحد الفرنساويه ولا الجيري، هادو علمناهم، هادو فهمتي في الحين ملي سمعت الخبر كان خاصني ماشي خاصني نوقف هاد الخبر اللي حنا تعاملنا معاه. هو ماشي تلغى، غير تاجل. السيد العام تيقول لك اجلوا، نقدر من جوج سمانات 3 سمانات 4 سمانات عاودي يسهل الله والامور تاخذ الاستقرار ديالو، ما يبقاش مشكل. هي تدوره هي سنويا، الا ما درناش في مارس نقدر نديروها في ابريل، ماشي مشكل. وكل ايام هي ايام المراه. ماشي، ولكن هو ماشي هذا مناسبه، هو حنا طحنا هذا العام في 8 مارس 8 مارس، اما راه تيجي ما بين لو برومي وحتى الاخر ديال مارس، حنا هذا هو الشهر اللي نديرو فيه. خسائر تقريبا. ما ودي شوف ما تبغيش نهضر على الخسائر هما اللي بي الطياره مشاو تخلصوا صافي، ماشي مشكل. عابش لي فورنيسور، لان اليوم الناس صوبوا كل شيء،
كاع داكشي حيت ما يمكنش للجمعه باش حنا الخميس نكونوا فضينا كلشي بحال راك تلعبوا لا صافي اليوم خصك تكون فضيتي كلشي الجمعه يلاه ما عندك ما دير الجمعه تستقبل الناس تتعاود تشوف شنو خاص تبدا من الجمعه الناس راه صدوا الماتريال لي تريبين سبون تبدا التراساج اليوم بالليل كان خص نورمالمون 11 ونص خص يبدا التراساج هذا العام ولكن هذا الشيء حنا مولفينه هذا راه دومينا حنا فيه 47 عام هادشي مولفينو هادشي عادي بالنسبه لنا هي اللي كانت صدمه هما الناس تنشوف هذا العام كان العدد كثير وكان جمعيه نساء التطور اليوم تنهضر معاك قبل ندخل اربعه ديال الجمعيات اللي عندهم ما بين 22 و 36 مشاركه تيجيو هما جروب هذا العام الانطلاق الحقيقي ديال هذا السباق الدولي النسوي كان هو الدور السادس ديما حتى ملي كندير الماراثون بعثتنا سيزيام ايديسيون خدا الطريق ديالو ولكن ان شاء الله هادشي ما ان شاء الله هادشي غيبقى حنا باقي مرتبطين مع الناس باقي عندنا عقد مع الناس باقي عندنا شراكات لا مع العماله ولا مع مدير اقليمي حنا غاديين في المسار ديالنا الوضع في خنيفه سي العبدي كاين شي تاجيلات ولا الرياضه واقف اللي كاين ما كاينش تاجيلات ولكن كاين انا غادي يلعبوا بلا جمهور جميع البطولات غادي تلعب بلا جمهور العصبه ديال مكناس تافيلات هي اجلت جميع لي كاتيجوري ما غايلعبوش لا ما غايلعبوش باستثناء القسم الممتاز اللي غادي يلعبوا والهوات والفريق الكبير ولكن غادي يلعبوا بدون جمهور هذا هو البلاغ اللي صفطته الجامعه الملكيه لكره القدم وعممته على الجميع اذا وهذا فيه من واحد الناحيه راه فيه حمايه للمواطنين والمواطنات وحرصا على السلامه ديالهم ما يمكنش انا نجي لواحد التجمع كبير ندخل نتفرج ويخرجوا ثلاثه ولا اربعه مرض ولا خمسه مرض ولا ويولي داكشي كيتنازل ويولي كيكبر تيولي صعيب باش تاوي اللهم نصبروا واحد السيمانه ولا 10 ايام ولا 15 يوم ولا حتى شهر كاع ولا حتى الغاء البطوله كاع ولكن حفاظا على السلامه ديال المواطنين والمواطنات وسيرتو الممارسين والممارسات يعني ولكن كيبان لي بانه في المشهد الرياضي النسائي كيكون التخوف اكثر من المجال الذكوري لان البنات شويه فعلا لان ما تنساش بان راه كيقول لك راه هي مولات الدار للمستقبل وهي اللي غادي يعني كترتبط بالخصوبه اذا الى مرضت ما يمكنش يعني بحال مرض واحد 70% ديال المجتمع علاش الحرص على السلامه وعلى الصحه ديال اللاعبات ولا الامهات راه اساسيه يعني انا بان لي قرار حكيم قرار حكيم فعلا قرار حكيم وما يمكنش حنا نخرجوا على الاطار هذا الشيء عالمي دابا تشوف دابا يمكن تنتكلم انا على المسائل الاقتصاديه كاع لي كونغري كلهم تلغاو تاجلوا ما تقولش تلغاو ما تقولش تلغى تاجلوا كما قال الاستاذ حفاظا على السلامه ديال المواطنين وفي حق هذا في حق حرص الحرص واجب خاصه والتجمعات كيكون فيها احتكاك الان مازال ما عارفينش الخطوره ديال هذا المرض اللي سهل الانتشار سريع الانتشار هذا ماشي بحال شي مرض لا ضرب واحد كيبقى عندك الواحد هذا راه لا قدر الله كانت شي تجمع راه كتمشي فيه العشرات خصنا ناخذ وقائيا تنتكلم مثلا حنا دابا تنتكلموا على المسائل الرياضيه حنا صافي ماشي المسلمات ولكن تشوف مثلا لوكا ديال التراموي مثلا كي غنديروا معاه التراموي تشوف الطوبيسات تشوف تجمع مثلا طريق جديده الكليه ديال الطريق الجديده اللي فيها اكثر من 30000 واحد تقرا تما غير ماشي غير حيت دابا كاين المواكبه خصها شي حاجه اخرى دابا وزاره الصحه خصها تفكر في شي حاجه في هاد الناس طيب وصلنا الان للمحطه الثالثه والاخيره في جلسه رياضيه في المحطه الاخيره وكالعاده تدوينه مثيره للجدل هذه المره تتعلق باليوم العالمي للمراه سي العبدي واحد التدوينه ديالك اسمح لنا لا اقتبسناها منك مادام ذاك الفضاء الازرق راه التدوينات ديالو كل ما يكتب فيه راه مشاع حنا كنشوفوا الناس اللي كيكتبوا بصدق وكيكون محل ثقه التدوينه كتكلم على واحد المقترح هذاك المقترح ما بغيناش يبقى حبيس الصفحه ديالك هو انك تطالب ببطوله ويكون نهائي في يوم 8 مارس باش تعطى لهذا اليوم العالمي تعطاه القيمه ديالو ك
حدث ماشي غير عام بحال كتبقى فيه حتى الرياضه عند كاس 8 مارس فعلا اللي تجاوز ديك الاحتفاليه اللي اعتدنا عليها سنويا ان المقترح كيفاش جا انه هاد نديروا واحد البطوله موازيه باش اولا نرفعوا من عدد المقابلات عند شنو يشارك فيها يشارك في القسم الوطني الاول القسم الوطني الثاني جميع الفرق راه كاين هذا كاين كاس العرش كيدير كاس العرش راه بوحدو كاس العرش كاين اللي كيلعب فيه غير مقابله كاين اللي كيعطي فورسي الماكسيموم كتلعب اربعه ولكن هاد البطوله هذا راه احتفال اخر ومناسبه اخرى اللي كتهم النساء ولكن كيفاش غادي يكون باش نعمموا كره القدم النسويه في المغرب ان اقترحت هذا المقترح نلعبوا حنا بيناتنا غير القسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني واحد المجموعه ديال المقابلات ولكن النهائي كيفاش خصو يكون كل عام يكون في مدينه وتتعب عليه جميع الفرق ونحضروه سيرتو في المدن اللي ما فيهاش كره القدم النسويه كثيره دابا مثلا نلعبوا في مره يدار في مكناس مره يدار مثلا النهائي في مراكش مره يدار في واحد المدينه في خميسات مره يدار في ويحضروا كلهم تيراني عمر تيراني عمر خص الناس تحضر هذا هو اليوم العالم وتكون معاه مناداوات ومحاضرات وتكون معاه مشاريع وبرامج لاني ما غادي يكون عندك احتفال فوالا الاحتفال ولكن ماشي بالك المفهوم السلبي يعني غتعطي واحد الاضافه واحد الافكار وغتعطي واحد يعني نقدر نديرو حتى التقييم فين وصلت المراه في هذه الرياضيه في هذا في هذا في هذا في هذا اليوم العالمي هذا هو الاساس ديال يعني الفكره علاش اقترحت انا سميتو والجامعه هي دايره دابا اليوم العالمي للمراه دايره ثلاث مقابلات دوليه في مركز محمد السادس دايرين قبل من 20 عام تنظم ديال بي اس جي مع المنتخب ديال قبل من 20 عام وكاين المنتخب ديال قبل 17 عام وقيله مع غانا وكاين المنتخب الكبيره مع قطر المهم كاين ثلاثه ديال لي كاتيجوري لاعبين نهار السبت راسيف نهار الاحد 8 مارس راسيفطوا لنا البرنامج ماتش في الوحده ماتش في الثلاثه وماتش في السته بمناسبه اليوم العالمي للمراه بلا جمهور بدون جمهور ولكن ما هذا هو شنو الفائده دابا هذا هو دابا الاشكال اني غتنفع غير دوك اللاعبات اللي غادي يلعبوا ولكن دابا كتجي بدون جمهور الجمهور ماشي في التيران ولكن القاهره تكون عامرين لا غير تقول لك دابا حيت القهوي نعطيك انا تنتكلم على الدار البيضاء القهوه راه بحال شي واش فيها تجمع حتى ولا ما فيهاش لا جوست دابا تنتكلموا وداد رجاء الفرقين الكبار اللي عندهم جمهور ما نقولش الفرق الكبار بقى جمهور كبيره انت ما جاش للتيران راه غير بتي لونتوراج ديال التيران راه فيه تقريبا واحد 100 قهوه غتلقاها حتى هي راه عيد كان خصنا نفكروا في شي حوايج الوقايه بمنظور جديد لا حتى غير المنصة الصحفية اللي غيجلسوا فيها واحد 120 صحفي. اه مشكل حتى هو. إذا أنت دير الويكلو. ولكن الصحفي علاش غيبرك الصحفي؟ علاش غير؟ توا خصو. لا توا ما خصوش يمشي للتيران، ما خصوش. شكون اللي غيغطي هذاك الحدث؟ هو دابا كاين التلفزيون. ما نبقوش في التلفزيون. ما هو هذا إشكال آخر. إيه هذا راه إشكال. والأمن. والأمن عاوتاني. غادي يكون واحد الإنسان. يعني هي يعني هذا علاش أنا. أنا اليوم عندي واحد الخبر من إيطالي. خبر لان كاين واحد السيد كوزان قال لك هذا الاسبوع صافي بدات الامور تتشد الطريق ديالها ولاو الناس يخرجوا ولا كان في واحد الوقيته نواحي ميلان كانوا شويه صعيب دابا لا دابا بداوا الامور بزاف الماتشات غيتلعبوا بالجمهور فهمتي ابارق قليل بعد الماتشات اللي غيكونوا شكرا سي المعزاوي ونتمناو هذه الغيمه وهذا القلق وهذا الحزن يزول سريعا وترجع يرجع الدفء للملاعب ديالنا لان لا رياضه بدون جمهور ولا جمهور بدون رياضه كنشكرك سي المعزاوي بارك الله فيك نتمنوا انك تسرط هذوك الخسائر لا ما عودناك احنا متعودين كما عودتينا متعوده نشكرك سي العبدي على الحضور ديالك تكبدتي مشاق السفر من خنيفرة الى الدار البيضاء نتمنوا كنك توصل النضال ديالك في جبهه كره القدم النسائيه مواقف راه غتبقى راه ما غيبدلها حتى شي واحد نكونوا مطمئنين وهذا علاش انا راه انا افتخر لانني هكا داير الحمد لله شكرا وبهذا كنوصل لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم جلسه رياضيه نتلقاو معكم في الاسبوع القادم في حلقه جديده بمواضيع جديده بضيوف جدد الى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى الى اللقاء